اتفضلوا يا استاذ. محمد عبد الله مصطفى نورهان سيد قمر احمد محمد احمد احنا وجدنا متهمين بالتهمه قبل كده يا استاذ محمد. تمام، اطلعتوا على التقرير؟ يا معلم كويس. سيد الرئيس طبعا انا بص انا هنبدا بس ان ايه؟ لا هو في بس مستند دلوقتي متهم جابوا لي اسكندريه دلوقتي. استناني بس يا استاذ، استنى ما تبقاش كده خالص. انا هنترافع مش كده؟ بص يا معلم كويس، انا اولا لما طلبت اولا ده المستند مع الرئيس دي بتاعها صحيه اللي هي للاطفال يعني 10 سنين يعني وديتهم هنا في كده بطاقه صحيه. ليه؟ بطاقه صحيه مع الرئيس اللي هي بتبقى موجوده مع اي طفل من ساعه الولاده. يعني انت انا بس عايز اوضح للهيئه الموقره حاجه بسيطه جدا. انا لما طلبت في التقرير يا سياده الرئيس ان هي تروح مستشفى الامراض النفسيه مش الكشف عن قواها العقليه. لا انا قلت دي عندها قصور عقل. يعني ممكن يكون عندها 27 سنه بس بتتعامل كطفل عنده 10 سنوات. طبعا التقرير يا سياده الرئيس لما جه طبعا شرح لي الكبد سليم والحاله الصحيه نفسها شرحها وشرح ان هي تهتم بمنظرها. ده حاجه طبيعيه جدا، اي انسانه ما يكونش عندها تخلف عقلي او جنون. الطفل من 5 سنوات وست سنوات وسبع سنوات بيهتم بنفسه. بيقول ان شهيتها للاكل كويسه. بس في الاسئله عندها مروه. لا يا معلم الرئيس هي مش عندها مروه، هي كفعلا انا عايز اعرف بس تحديد السن العمر يا معلم الرئيس. ايه؟ السن يا معلم الرئيس، سنها كام سنه بالحاله العقليه اللي عندها؟ دي معلومه بس من التامين الصحي الاسكندريه للبطاقه العلاجيه. يا استاذ محمد. والدفاع الحاضر عن المتهمه. الثالثه. من قصور عقلي. وهي حاله مرضيه. تحدث فوارق. تحدث فوارق زمنيه تشعر المرض. مليه بالراحه عشان بس ايه؟ عشان ما اقولش سلام. ما بين السن والعقل. حيث تنضج السن يكون هناك رضيع موجوده في السن. بالراحه عشان برضه حيث انه بس الكلام مفهوم بعد اذنك. حيث انه يكون هناك موجوده في السن والعقليه موجوده تكون ناضجه في السن. نضوج. نضوج. نضوج في السن. والحالة العقلية حالة طفل صغير. وهذا هو المرض الذي تعاني منه المبتلى. ومن ثم اطلب بس حضرتك يا معلم الرئيس تكشف عليها. تكشف عليها؟ من احد المتخصصين في نفس العلاج ده ما بيكونش متخلفة عقليا. انا بقول شرحت الان مؤخرا سابقا اللي هو القصور العقلي. الكشف الطبي على المتهمة الملتمس او من ثم اطلب توقيع الكشف الطبي على المتهمة من متخصص في هذا النوع من الأمراض. في هذا النوع من الأمراض وعبد الله طبعا محاميه موجود. موجود يا سيادة الرئيس. ونورهان وأحمد محمد موجود يا رئيس. خلاص اتفضلوا. حاضر مع المتهم الأول السيد المستشاري الجليل. التمس براءتي وبحق مما أسند إليه تأسيسا واستنادا على أولا بدفع بانتفاء نية القتل لدى المتهم وادفع ايضا مع المشار بانتفاء اركان جريمه القتل العمدي بركنيها بحقه كما ادفع بانتفاء اركان جريمه السرقه بالاكراه بحق المتهم ادفع ايضا مع المشار الجليل بعدم جديه التحريات وبتناقض أقوال الطبيبة الشرعية في أقوالها بالتحقيقات عما ورد بنتيجة تقرير الطب الشرعي. سيدي المستشار الجليل في هذا المقام الرفيع لا يمكن للدفاع أن يكرر على مسامح حضراتكم
وهي من احكام حضراتكم التي تصدرونها ونتعلم منها ان جريمه القتل العمدي تستلزم فعل ايذاء على جسد شخص حي باي فعل من الافعال سواء باليد او بالات او بادوات، وان يكون هذا الفعل هو السبب في وفاه المجني عليه، وان تكون هناك رابطه سببيه قويه ما بين الفعل والنتيجة، وكما تسطرون حضراتكم لولا الفعل ما كانت النتيجة. وقاعد دعوة هذا الحد يعني مش قصد خالص؟ لا، أتكلم يا فندم على نية القصد، على نية القصد. يستلزم ذلك مع المشار الجليل أن تتولى لدى الجاني وقت ارتكاب هذه الجريمة بفترة طالت أن قصرت نية إزهاق الروح للمجني عليه. ونية إزهاق الروح هذا هو الأمر الخفي الذي أعطى القانون الحق لوحد هذه الدائرة الموقرة كحق أصيل لها ولا فقط في استخلاصه من ظروف الدعوة أو أوراقها بالتحقيقات أو أقوال الشهود أو حتى أقوال المتهمين وإقراراته. فواقع الدعوة عندما تبسط وتطرح أمام عدل حضراتكم واقعة تلو الأخرى لكي ننفي نية إزهاق الروح لدى المتهم. المتهم انعقدت النية كما قرر في التحريات، وهذا فرض ننفيه في الدفع بانتفاء أركان جريمة السرقة على السرقة، على السرقة. دخلوا فجأة المبني عليه توفى إلى رحمة الله، توفى إلى رحمة الله. بدليل الطب الشرعي قد اجزم السيده الدكتوره بنزيه، اجزم بما لا يدع مجال للشك بان الوفاه طبيعيه ولا توجد شبهه جنائيه، وذلك تشريحا والاستعانه بتقرير الطب المعملي الذي اثبت اولا ان المبني عليه المتوفى الى رحمه الله كان يعاني من انسداد في الشرايين التاجيه الايسر والايمن والامان والشريان التاجي الرئيسي وجلطه قديمه بالقلب وانسداد الاوعيه الدمويه والدوره الدمويه كامله، وهو ما يؤكد ان الوفاه قد حدثت لهذه العله المرضيه. يبقى النهارده معالي المستشار الجليل لا توجد ثمه اصابات ظاهره بجسد المجني عليه المتوفى الى رحمه مولاه. هذا يستدعي إلى أن الركن المادي في الجريمة منتفي تماما، لا يوجد للمتهم الأول ولا لأي من المتهمين سمت فعل مادي حصل أو حدث على جسد المجني عليه المتوفى لرحمة مولاه. يبقى لما الطب الشرعي كتقرير، وهو أحد الأدلة المعاونة لعدل هذه الدائرة الموقرة كما غير، فإن الرأي الأول والأخير دائما يكون فوق تقرير الخبير وفوق أقوال الضابط وفوق أقوال الشهود رأي حضراتكم. عندما نفاجأ بإعادة سؤالها بالتحقيقات أمام النيابة العامة أجابت إجابة غريبة الشك، تقول أنه يجوز أن تحصل الوفاة عن طريق ما قرره ضابط التحريات. ضابط التحريات اللي قال بأن محمد نبيل جاب تيشيرت وكتم نفسه فمات. علامات كتم النفس كالخنقة مع المشار الجليل، ولا أعيد أيضا على مسابع عدل حضراتكم إنها علامات معروفة في الطب الشرعي. كتم النفس والخنق له علامات معروفة، ومبتدأ الطب الشرعي أي طبيب شرعي مع المشار أو طبيب معالج في البطنة يعرف سبب الوفاة في كتم النفس. علامات الإزهراء، الإنزيمات، تورم الشفتين، تورم الخدي، أنزفة صدرية بالصدر دموي. دي علامات كتم النفس. السيدة الطبيبة الشرعية لم تكتب علامة واحدة من علامات كتم النفس في جسد المجني عليه.